كانت صراحة كانت مقابلة لجوج ديال الفرق اللي الموقع ديالهم ما كيخليهمش انهم كيحد لهم من مسألة ديال كيفاش يناقشوا المقابلة، ما يقدرش يناقشوها بواحد اندفاع هجومي ضروري من احتياطي خصو يكون كبير، لان اي فريق اللي يمكن له يخرج بثلاثة نقاط غي يصعب من المأمورية ديال الفريق الخصم في سبورة الترتيب. نتيجة التعادل كانت عادلة رغم ان التفوق كان في مناسبات كثيره خصوصا في الشوط الثاني لفريق الدفاع حسني الجديدي. وبالنسبه للمغرب الفاسي المقابله ديال اليوم زادت اكدت بان الفريق عنده عناصر شابه ممتازه ولكن تحتاج الى عناصر مجربه خصوصا في خط الهجوم وكذلك في وسط الميدان. بالنسبه للخطه 4 2 3 1، ولكن الاختلاف في اللي كاين في الطريقه ديال خصوصا من ناحيه التنشيط الهجومي، فريق الدفاع الحسني الجديدي من ناحيه التنشيط الهجومي احسن، خصوصا تواجد لاعب قيمه حدراف في خط الهجوم، وكذلك مناح لليوم رغم انه ما كانش في نهاره كما كنقولوا، ولكن هناك لاعبين اللي عندهم تجربه ولاعبين اللي قادرين انهم كذلك في وسط الميدان انهم يتحكموا في المقابله. كان حسناوي اللي كنعرفوه مرات ميدان المدافع جيد، بعد بدا كيقحموا السيد سليمان السلامي في المقابلة الذي كنظن المقابلة الثانية كرسمي، كنظن أنه السيد السلامي بدا كيلقى بعض الحلول بعض المشاكل عنده في الفريق، لأن ماشي سهل أن مدرب يجي يرتبط بواحد الفريق اللي تعرض لواحد النزيف كبير في من ناحية اللاعبين، اللي كان عنده لاعبين ممتازين مشاو لفرق عزوا فرق كبيرة. كنظن أن النتائج ديال الدفاع حسني جديدي كتبقى جد عادية ومنتظرة مع أي مدرب كما بغى يكون.